رحت لقيت الطفل يعني مو وضعية بشر، وضعية يعني تكرم متشتف يديه ورجليه، ويعني حالته بالبرد. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والده مسجون، والدته منفصلة عن والده، وترفض حضرا تتم العثور على الطفل في حالة يرثى لها، مقيد اليدين والأرجل، وكان يعني إهمال شديد. تم إيواءه في أحد دور الأيتام في سامراء. الأم والأب بالنتيجة وصلوا الطفل إلى دار للأيتام. فراس الحسني مراسلنا تابع هاي القصة، خلونا نشوف. مازن، اليوم موضوع قصتنا من محافظة صلاح الدين وتحديدا بمدينة سامراء. قصة لطفل صار ضحية القدر. راح نلتقي بأقرباء الطفل وراح نعرف شنو هاي القصة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن القصة. على الطفل والده بالسجن، والدته انفصلت، طلقت، وظل بين قرابة يومية يم أحد. فالطفل ما حد يتحمله، هو قاعد الصح ما حد يتحمله، مو دور التعبان. فقامت أم زينب، نسيبتي أنا مطيها بنتي أم زينب، وشافت الحالة، فما قدرت بعد قدامها صار هذا الشيء، ما قدرت تتحمله. ناشدة العمارة ماكو، كربلاء ماكو، بغداد ماكو، فصار أكو شيء صار وسيط. وصلنا لهذا الباب، وصلنا للجماعة، وإن شاء الله حسن الضيافة أنتم وكفو من عندكم، وما قصرتوا وعلى رأسي. القصة رحت يعني مساعدة، أنا أساعد الطفل كل حالة، كل ظرف يخابرونه عليهم ونروح نساعدهم اللي نقدر عليه. تمام. فرحت لقيت الطفل يعني مو وضعية بشر، وضعية يعني تكرم متشتف يديه ورجليه، ويعني حالته بالبرد، يعني بالبرد يعني ما يتحملها حتى فضجت علياني، ناشدت جماعة من المحافظة، محافظة النجف. رحت أكو جمعية مال أيتام بالنجف بالجمعية، رحت قالوا إحنا ما نتقبل هيجي حالة، يعني هيجي حالة ما نتقبل. فناشدي، ناشدت أهل بغداد، ناشدت أهل العمارة، ناشدت، ما حصلت يعني مكان ال شو اسمه بسامرة، قالوا أكو مكان. جبته وجيت يعني في سبيل الله، لأن أريد الطفل يرتاح، يعني أهم شيء راحته. زين أم زينب، قمتوا بإجراءات؟ لأن باكر خاطر سألون على مدى الطفل. طبعاً قمنا بإجراءات مباشر ويا الشرطة مال السامرة بين النجف، سوينا تعهد. هاي القضية هي مخصوص بها الشرطة المجتمعية، يعني الشرطة المجتمعية طبعاً حصلاً. طبعاً أكيد. سوينا إجراء اللي التعهدات اللي تعهدات خطية من يعني قرايبة ومن عندنا، ونادوا بينا. يعني الطفل هو راح يبقى هنا؟ أي طبعا أكيد. وهذا الدار هو مثل حالة، وأي الحالة الصعبة الضمور اللي يعني كلها بكل الحالات الصعبة أني يعني قادر على هذا الموضوع، الحمد لله والشكر، والدار مفتوح لهذا الكل واحد، وأهلا وسهلا بهم. مازن، هذه القصة اللي سمعناها اليوم عن الطفل، ونتمنى أن تكون رعاية واهتمام بمثل هكذا أطفال وبمثل هكذا أماكن تحوي هؤلاء الأطفال. مازل، مايك لك.